قاعد نشوف فيه أنا كمهاجر عندي مدة كبيرة في الغربة في أوروبا، ثم حاجات ما إيش قاعدة تفرح حتى أمور. أنا مع كامل احتراماتي للأحزاب السياسية ما عنديش أنا فرق بين هذا وذاك. الحاجة اللي نحبها أنا نطلب من السياسيين في بلادنا في البرلمان يزمهم يحكيوا على التوانسة، يعني أنا نشوف فيهم يحكيوا على مواضيع خارج تونس، يعني شي يهمنا نحن يلزمنا نخموا في رواحنا، نخموا في شبابنا. يعني حاجة تحزن واحد يسمع شباب قاعد يغرق في البحر وقاعد، يعني وأنا كما فكرت يعني نشوف فيها يعني الشباب اللي مات في البحر أكثر من الناس اللي مات في الكورونا. يعني وماذا به نطلب من السياسيين نتاعنا يلزمهم يفكروا ويحكيوا على الشباب اللي باش يخدم تونس، مش الشياب يعني باش يخدم الشباب، هذاك الشباب اللي حاجتنا به باش يخدموا البلاد. ونحب السياسيين نتاعنا يغزروا بعين الرحمه للشباب. احنا نشوف اللي احنا اغلبيه الشعب التونسي من الشباب، يعني نشوف انا في شباب عندهم يعني دبلومات وعندهم يعني صناع، يعني نشوفك نقول هنا كمواطن تونسي وجيت لبلادي لهنا ونحب بلادي، ماذا بينا نفكروا في شبابنا. هي السياسة هي كل المباركة البلاد، اللي احنا كونه شباب معاش خالطين على حد شيء، معاش هي بتبيعتها فيها. احنا عايشين تو في وضع كارثة في البلاد، هي كارثة تو، لأنه حتى السياسة والحكومة وكل ما هيش متاعم الشباب. احنا كيفاش نحنا تحبينا باش نعيش، كيفاش بتحبينا باش نوصل، بتبيع كل شيء معاش خلط على حد شيء، كل شيء المجالات الكل مزرية، يعني مجالات الكل مزرية، معاش ثم حاجة باش تشجعك في البلاد باش تعيش فيها أصلا. البلاد هذه معاش حاجة باش تشجعك باش تعيش في البلاد هذه. تحب تخرج من البلاد أنت؟ أنا ماذا بيا كان أجم اليوم نخرج البلاد هذه معاش تشجعك، لأنه كونه معاش حاجة باش تربحك أنت، معاش ثم حد شيء ما ينفحك في البلاد. اللي عاشته تونس في العشرية الأخيرة بالحق حالة يرثى لها على جميع الأصعدة، مثلا من الناحية الاقتصادية المقدرة الشرائية متاع المواطن تزعزعت على الأخر، التشغيل باش نقول لك كل شيء، يعني ولينا نجم نقولوا نعيشوا ببركة ربي بالحق. والأدهى والأمر اللي ما فماش حلول، ما فماش حاجة اللي تخلي المواطن عنده أمل باش يبني هكا أمال على هالبلاد هذه اللي نحن بلادنا نفتخروا بها ونعتزوا بها من أحسن البلدان من ناحية الجغرافية، ونعتزوا بها وهي ديجا قاعدين يعني يتمنوا يعني الناس يعيشوا فيها. الله غالب أساسة هالبلاد زوما خليونا في الحزيز، هاك شفت الفضايح والعرك والمشاكل، نقولوا مجلس نقولوا عركة في حمام، يعني ولات عادي، استوت عندهم الأمور، الكلام البذيء، السبك، هذيك صورة البلاد. يعني نحن قاعدين نسوقوا في صورة سيئة لبلادنا، قاعدين نقولوا للشباب يا شباب موت، ما عندكش حتى أمل في هالبلاد، البطال قاعد يزيد، الفقير قاعد يزيد يهبط للحزير، والغني ولا فقير، يعني استوت الأمور. فما ليه مع هذا الكل فما ناس معينة نقولوا عصابة قاعدين ينخروا في هالبلاد هذيا، وبالحق شيء يوجع القلب. أنا نتأسف اللي شباب ضايع، قديش من واحد مثقف يقول لك أنا ما عنديش طموح، يلزمني نحرق، يلزمني نهج، يلزمني طبعا. ولات لغة البنات والأولاد، يعني ما عادش حكر على أولادي يهاجروا من البلاد، أعطيه أي طريقة يهرب من هالبلاد. ما فماش مجال هكا في بلادنا نقولوا إنه قاعدين في السنوات هذه نحقوا فيه في تقدم، ما فماش بؤرة متاع ضوء تخلينا نتفائلوا في أي مجال من المجالات.
انا مع هذا الكل عندي امل، عندي امل في هالبلاد هذه اللي الحمد لله اللي هالبلاد هذه باقي فما ناس نظاف، ما نجمش نفقد الامل الحمد لله. انا نفتخر اللي رئيس البلاد هذه هو انا يمثلني الرئيس، انسان مثقف على وعي، ديجا قاعد يعني فايق شنو قاعد يصير في الكواليس، وبقدره الله انا عندي ثقه فيه باش يعطي كل ذي حق حقه وباش يوقف هالعصابات وهاللوبيات اللي قاعده تهلك في البلاد. كما يقول المثل التونسي قلل ودلل، ماذا بينا نحطوا ناس يعني اللي تفكر في شعبنا كما قلت قبيلك، ما نفكروش احنا في دولة فلانية ودولة فلانية، ما همناش في الناس، احنا لازم نخموا في تونس، نخموا في الشعب متاعنا هذا، وما نخليوش شبابنا يكره بلاده، على خاطر لما نسمع على الشباب يعني ضربوا الاكتئاب، ضربوا الديبرسيون، فهمت؟ علاش ضربوا الديبرسيون؟ سي نورمال، ما يلقاش خدمة، ما يلقاش مصروف وكذا. نحن توانسة يعني المهاجرين في تونس هذه يخموا في بلادهم وقاعدين يعني يشوفوا في حاجات فما كما نقولوا فيها بالتونسي فما عوج يعني، ماذا بينا يعني يخموا يعني يفكروا في حاجات صحيحة، يناقشوا في حاجات صحيحة. وبون تعدد الوزارات وكذا هذه حاجة ما نعرفش أنا، ما ماذا بينا سادة كي نحطوا ناس يعني تفهم مشكل البلاد وشنو التوانسة يعني شنو مشاكلهم يعني. ما نحكيوش في البراينية، ساعة نفضوا مشاكلنا وبعد نحكيو على البراينية فوالا، ويزينا من الحس ويزمهم يحترموا بعضهم سادة، سواء حزب فلاني ولا حزب فلتاني يلزم احترام. العالم الكل في احزاب متنوعه، سواء حزب ديني ولا مش ديني، يلزم الاحترام والنقاش، فهمت؟ اذا كان غلط انا نقول انت غلط، اذا كان باحترام يعني مش حس ياسر وفوضى فوالا.